صباح 21 من شهر سبتمبر من العام 2021، تم حشد الآلاف من ضباط الشرطة في المملكة العربية السعودية للقيام بعملية واسعة النطاق ضد شبكة كبيرة لتهريب لحم الخنزير، وعلى إثر ذلك تم اعتقال 319 مشتبها بهم وضبط أكثر من 30 طنا من لحم الخنزير. كيف تم تهريب لحم الخنزير إلى المملكة العربية السعودية؟ هل تعتبر هي المرة الأولى من نوعها في المملكة؟ وما الحكم الذي ينتظر المتهمين؟ لتفكيك تلك الشبكة عمل أكثر من 4000 ضابط من الشرطة السعودية إلى جانب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تعرف أيضا لدى الدول الغربية باسم الشرطة الدينية في المملكة في وقت واحد لتفكيك وإيقاف عمل ما وصفوه بأكبر منظمة إجرامية في البلاد. وبحسب المتحدث باسم وزير الداخلية عبد العزيز بن سلام، فقد تم إلقاء القبض على 319 من بين 327 مشتبها بهم استهدفتهم العملية، كما تم ضبط أكثر من 30.8 طنا متريا من لحم الخنزير قائلا: العملية كانت ناجحة، قمنا باعتقال معظم المشتبه بهم وضبطنا 27 طنا من لحم الخنزير المقدد وثلاثة أطنان من شرائح لحم الخنزير، كما أوقفنا هذا اللحم الفاسد عن تدنيس أرواح السعوديين. وأضاف السيد بن سلام أنه من المتوقع حدوث مزيد من الاعتقالات خلال الأسابيع القليلة التي تلي تلك العملية، لأن المملكة مصممة للغاية على وضع حد لتهريب لحم الخنزير. فبحسب تعبير المسؤول السعودي، لحم الخنزير الشرير، وإفساد روح الإنسان بلحم الخنزير هو أسوأ من قطع رأسه، كما أننا بحاجة إلى إنهاء هذه التجارة المعادية للإسلام الآن قبل أن تفسد شعبنا. والذي تابع أن شرطة المملكة العربية السعودية تكرس كل الجهود المطلوبة لوضع حد نهائي لتهريب لحم الخنزير مهما كلف الأمر، بحيث ووفق للقانون في المملكة العربية السعودية كما هو الشأن بالنسبة لجميع الدول العربية والإسلام الإسلامية، يحظر تماما أكل أو حيازة أو بيع الخنازير الحية أو أي منتج من منتجات لحم الخنزير في تلك الدول بأي شكل من الأشكال. ومخالفة ذلك القانون تؤدي إلى عقوبات بالسجن تتراوح من 2 إلى 25 عاما، بالإضافة إلى عقوبات جسدية مثل الجلد. وللتذكير أيضا، يتم إلقاء القبض على أكثر من 1200 سعودي كل عام بتهم تتعلق بلحم الخنزير، كما يسجن 17% من نزلاء السجون في البلاد بسبب أكل لحم الخنزير أو بيعه. قبل ذلك التاريخ وفي شهر مارس من العام 2016، تمكنت مصالح الجمارك في المملكة العربية السعودية والأجهزة المختصة في إحباط عملية لتهريب لحم الخنزير بعد أن عمل المهربون على وضع في شاحنة قادمة إلى المملكة عبر أحد المنافذ الجمركية. ووفقا لبيان مصالح الجمارك، فقد تم إحباط تهريب ما يقدر ب 54 كيلوغراما من لحم الخنزير، الذي كما أشرنا يمنع منعا تاما، بل ويحرم بيعه وتداوله في المملكة العربية السعودية. وجاءت تلك العملية عند قيام المراقب بمصالح الجمارك بالإجراءات الروتينية لعمله، ومنها كشف ومعاينة الشاحنات القادمة إلى المملكة، وفي إحداها تم العثور على كمية كبيرة من لحوم الخنزير قدرت ب 54 كيلوغراما موضوعة في ثلاجة خارجية في الشاحنة. ولتجنب وصول المصالح المختصة إليها، تم تغطية تلك الكمية بالثلج، لكن المصالح المختصة تمكنت من الوصول إليها رغم ذلك وحاجزت عليها. فبرأيكم مشاهدينا، من يمكن أن يكون وراء تهريب لحوم الخنازير بتلك الكميات إلى بلد إسلامي كالمملكة العربية السعودية؟ وهل يتم تهريبها بغرض الاستهلاك أم للاستخدام في صناعة بعض المواد الغذائية؟ شاركونا آراءكم واقتراحاتكم عبر التعليقات أسفل الفيديو. في أمان الله. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.